صاحب العديد من العروض المسرحية للمسرح القومي بدمشق، ومنها حلاق بغداد والسمرمر العين والمخرز وبياع الفرجة ومزاد علني وبواب وشبابيك وأسرار وغيرة، والحائز على جائزة العرض المسرحي المتميز بياع الفرجة بالأردن عام 2000. وهو أستاذ المعهد العالي للفنون المسرحية وشغل مناصب عدة، وأخيرا وليس آخرا هو كاتب ومخرج العرض المسرحي مسافر بلا وطن. الدكتور تامر عربيد اللي حنتعرف خلال اليوم على هالمسرحية، هو وضيفنا أيضا حسام العش المشرف الفني على العرض المسرحي. تفاصيل هالمسرحية رح نتعرف عليها مع ضيوفنا. يسعد صباحكم وأهلا وسهلا فيكم. يسعد صباحكم. صباح الخير ليا، صباح الخير، صباح الخير لكل مشاهدينا. أكيد يسعد صباحكم. أهلا ميت سهلا فيكم أساتذة. بالبداية دكتور، أول شيء مبروك العرض المميز. شكرا. مبروك. يمكن ثلاث أيام عرضنا، ثلاث أيام فعليا، هنا أربعة أيام. اليوم الأول كان فيك تسميه عرض مغلق لجمهور يعني خاص، والعروض الثلاثة كانوا للعموم. كانوا للعموم. تمام دكتور، خلينا بالبداية نحكي عن فكرة العرض. خلينا نحكي كيف نشأت هي الفكرة وكيف يمكن تم وضعها ضمن سيناريو ورؤية إخراجية مميزة. هلا اول شيء لا شك شكرا للاستضافه. نحن سعيدين نطلع على الشاشه الاخباريه نحكي عن عرض انا بسميه تجربه خاصه، لانه خاصه بظروفها وخاصه بالتوجه والرساله اللي قالتها. بدا المشروع من خلال دعوه اصدقائي بكنيسه القديس جورجيوس العربين اللي هن حركه الشبيب الارثوذكسيه، اللي كان عنده رغبه يقوموا بهذا النشاط او الفعاليه، جزء من مجموعه فعاليات هن بيتميزوا فيها، فحبوا يضيفوا لها موضوع المسرح بعد فتره طويله من انقطاعهم، او خلينا نسميه الظرف الصعب اللي مرقوا فيه. اغلبهم كانوا بعربين وتهجروا من بيوتهم، فحبوا يعيدوا تواجدهم ويثبتوا يعني نشاطهم من خلال عرض مسرحي، وهذا فعلا اللي صار. بدأت الفكرة بأنه شو حابين نقول، تم الاتفاق على الفكرة أو الرسالة اللي لازم نقولها للعرض. وكان عندنا فترة بنسميها فترة تأهيل، مثل وركشوب مع مجموعة من الشباب والصبايا أبناء الكنيسة اللي كانوا كتير مقبلين ومحبين. فنتج عن هاي ورشة العمل أنه مجموعة من الشباب اللي كانوا هني قوام العمل المسرحي اللي حمل اسم مسافر بلا وطن. استاذ حسام، خلينا نتعرف بما انك كمان المشرف الفني عن دور مدارس الاحد الارثوذكسيه ايضا، وكان فيها مشاركه لشباب هواة بالعمل المسرحي، خلينا نتعرف اكثر عن هذا كمان الموضوع. نحن حركه شبيبة ارثوذكسيه فرع غسل الارجل باربين، هي حركه روحيه تدعو الى نهضه دينيه ثقافيه اجتماعيه اخلاقيه، تدعو إلى محبة الآخر وخدمته. نحن عملنا يقع ضمن نطاق الكنيسة والرعية، وحتى أكثر إلى المجتمع. نحن كنا بعربين قبل الأزمة، عنا أعمال كثيرة منساعد فيها ومنقدم خدمة، وكان عنا يعني عدة أعمال مسرحية كمان قبل الأزمة، مثل من الأقوى، بومبونيا، ملكان الأبد. بعد ما تركنا بيوتنا وطلعنا، فكان عنا عمل كتير كبير، يعني الجهد اللي كنا عم نبذله قبل صرنا لازم نبذله مضاعف. عز علينا كتير انه اولاد رعيتنا اللي حصل فيهم صار مثل في فقدان هوية او قيمة. بتعرفوا بيتجه الانسان نحو انه بهي الفترة نحو سياسة الأخذ أكثر من سياسة أو ثقافة الأخذ أكثر من ثقافة العطاء. كانت مهمتنا أنه نحن نحاول نرجع لهالرعية يعني تألقها ووهجها، فاشتغلنا على موضوع ثقافة العطاء، وانطلقنا من شعار وموجود بالكتاب المقدس، هو مغبوطا العطاء أكثر من الأخذ. وكمان في مقولة يعني هيك إحدى رواد العمل الإنساني أم تيريزا بتقول: ليس المهم أن تقدم خدمة كبيرة، حسبنا أن نقدم خدمة صغيرة بحب كبير. فهذا المنطلق نحن حبينا نعمل هذا العمل. بلشنا بمبادرات خدمية نحو الأشخاص الثانيين، وتصاعد هذا العمل إلى أن يعني حبينا يكون هدفنا الشباب، نجذبهم يرجعوا يشتغلوا. لملمنا حالنا وبلشت الفكرة تقريبا من أول السنة،
وبهمة الشباب وأكيد بنعمة من الله وبهمة الدكتور يعني اللي هو له الفضل الأكبر أنه نحن وصلنا لهالمرحلة وقدمنا هذا العمل. نعم أكيد نحن بدنا نوجه تحية لكل الشبيبة تبع مدارس الأحد أكيد بعربين وكل الجهود يلي بذلت، وأكيد الشكر الكبير أكيد للدكتور تامر يلي يمكن وظف كل حدا حسب رغبته وحسب موهبته. ولكن خلينا ننتقل ونشوف لقطات من العرض المسرحي ومنرجع نحكي عن تفاصيل اختيار الأشخاص. دكتور تامر يعني مثل ما حكيت لنا عن العرض المسرحي بيحكي عن قصة شباب طبعا تهجروا وعانوا كان في رحلة معاناة بالعمل. الشباب اللي كانوا بالعرض المسرحي هن شباب هواة ليسوا أكاديميين، هل كان في تدريب مسبق لهم وكيف كان التعامل معهم كيف حسيت التجربة؟ هلا هن يمكن هذا الشيء الخاص اللي سميته لما قلت هي تجربة خاصة قصدته، هني هواة لدرجة انه بالمطلق او يعني ما في حدا منهم طلع شفت المسرح يعني اول مرة بالنسبة لهم هي المشاركة او اول مرة بيواجهوا جمهور او بيقدموا عمل مسرحي، لكن الاهم انه اول مرة بيعملوا ادوار، بمعنى العمل المسرحي كان في شخصيات تحتاج لجهد اذا بدك على الصعيد النفسي والسيكولوجي والفيزيولوجي لانه يقدموا ادوار بهذا المستوى. بصراحة انا بدي اقول لك انه احتاج الامر 3 أشهر من نسميها وركشوب او دورة تأهيل، لانه مشكورين اصدقائنا بالحركة دعوا كل الشباب والصبايا وعملنا نوع من الكاستنج نسميه، فمن اصل 60-75 يعني مدعو تقريبا يعني صفينا على 15-20 من الشباب والصبايا اللي تقريبا كانوا بمستوى انهم يقوموا بهذا العمل. فاحتاج الامر ل3 أشهر تدريب تأهيل ممثل رح نسميه، شغل على الصوت على الجسد، بعدين بلشنا ندخل بالنص المادي المكتوبي. لكن النقطه اللي بدي احكي عنها هني هدول الشباب انا بالنسبه لي معجب فيهم لانهم حاله الحب وحاله الرغبه والاراده والصدق والحماس لانهم يقدموا عمل مش لانه مسرح بس، لانه بيحمل رساله. كان عندهم ثقه او ايمان اذا بدك بالرساله اللي بيقولها العمل، حسيتها طالعه منهم بتشبههم عم يحكوا عن حالهم بيعانوا منها. الاهم من هيك انه نحن اشتغلنا على نص مسافر بلا وطن، يمكن بمرجعيته ببعض يعني الماده الدراميه كنا سعيدين نرجع لاشعار الكبير محمود درويش،
لكن بالعمل كان في جهد للشباب بأنهم قدموا شيء من تجربتهم الذاتية. يعني في بعض المونولوجات أو نسميها الوجدانيات أو حالات البوح هي كانت من تجارب شخصية عاشوها. فكان العمل إذا بدك فيه كثير من الصدق بصراحة. يعني يمكن النتائج اللي طلعت أنا لا شك كنت متفائل من البداية، لكن مرقنا بصعوبات انك تتعامل مع هواة اول مره بيطلعوا على الخشبه. لكن النتائج حقيقه كانت بالنسبه لي وبالنسبه للي شافوها مرضيه، او راح سميها مدهشه حتى. نعم. يعني قديش حلو ينعطى فرصه للشباب تماما. يلي كمان صعب انه يكونوا بالمعهد تمثيل. أكيد. يعني مش كلهم خريجين ولا كلهم فايتين هذا المجال. فقديش حلو هذا صح. المجال استاذ حسام، خلينا نحكي يمكن بختام لقائنا، قديش مهم انه الكنيسه ترعى مثل هيك فعاليات. قديش مهم انه الكنيسه هي يمكن من خلال تجربه حققت نجاح ملفت. انا على الصعيد الشخصي بشوف على الفيسبوك قديش العالم متفاعلين مع هالعرض المسرحي. قديش لازم يعملوا خطوات وتقوموا بمثل هيك ترعوا الشباب ومواهب الشباب. نعم. هلا نحن من البداية كان هدفنا، يعني نقدر نقول هدف غير معلن، هو الشباب. يعني نحن بمجتمع متطور جدا، يعني لا تجذب الشباب ويشتغلوا فلازم تعمليهم شيء غير اعتيادي دائما. يعني هذا كان القصد كمان من إحدى، هي إنه نحن حتى بانتقالنا من عربين إلى دمشق، يعني كمان تفرعنا صار في عوامل جذب أكثر. يعني أنت طلعتي من جو البلدة والضيعة فلازم أنت تعملي شيء أكثر. حتى نحن يعني الشباب بشكل عام أنه بحاجة لشيء غير اعتيادي تشتغلون إياه، بحاجة لعامل جذب يشكل عندهم شغف تعب. الحقيقة يعني الشباب بهذا العمل تعبوا كثير، ضحوا بوقتهم كثير، وكان في بفتره من الفترات مثل ما قال الدكتور في يعني ممكن تململ انه لايمتى، شو يعني حاجه تدربونا حاجه، ولكن وقت شافوا نتاج عملهم اليوم من امبارح حاسين حالهم عايشين بفراغ. يعني أكيد. فعم يحكوا على الجروبات انه ايمتى الموعد، ايمتى المشهد الفلاني، هن خلصت المسرحيه ولكن هيك بعدين عايشين هذا الشيء. بعد في كثير من الشباب بدهم فرص ثانيه بالضبط. يعني هذا العمل يعني الحقيقه جذب عالم، مو بس نحن اللي بنعرفه، جذب عالم كثير اجت ساعدتنا واشتغلت وقدمت خدمات، ومن كل الشرائح، من كل العالم، كبير وصغير، من اي شيء كان، هذا عامل جذب كبير. والحقيقه تجربه يعني اكيد نحن مثل ما يعني ختم الدكتور، نحن هنا احياء وباقوا والحلم بقيه. أكيد. انا في شكر بس هيك بدي حابب اقوله سريع للدكتور انه هو طبعا لانه اللي بيشوف الشباب البروفا الاولانيات التدريبات الاولانيات ما بيشوفهم باخر شيء. حقيقة طلع من كل شخص اخر، يعني حولوا لاشخاص ثاني. نحن بدنا نتشكر وجودكم، موفقين وان شاء الله تتكرر هي التجربه. شكرا لوجودكم معنا. شكرا. الله يسعد صباحكم. هلا مشاهدينا بننتقل